اوكي النهارده 4-1 النهارده عملنا تحدي صحابي فالمفروض نخرج معايا وكده هنصحيه يعني بس ما اعرفش ده بس المفروض وقت انا رايح تريننج مع بابايا اتأخر اوي وبعديها هروح على 6-7 كده اصحيه يعني وكده بعد ما اصحيه المفروض مع بعض بس عملت اول حته في التريننج ده يعني اول حاجه زي سيشن الجو حر زهقان قوي بصراحه بس مش عارف اصور من جوه عشان هما مش عايزين وكده فانا بصور من بره المبنى فكلمت صحابي المفروض نتقابل على الساعه 5 فناقص 5 ساعات ده هما هيجيبوا له حاجات وكده وبعديها هنروح له بس انا واخد بريك كده صغير فقلت يعني اقول لكم يعني بعمل ايه وكده وخلاص 2 hours later اوكي الساعة دلوقتي 2:30 بقالي 2:30 ناقص 3 ساعات وهتحرك المفروض خلصت البتاع وقابلت كذا حد من الشباب وكده مش عارف اصورهم عشان هما جوه وكده ودلوقتي طالع احط شنطي هم دول اوكي هم دي ودي والترايبود اللي معايا بس المفروض يعني هودي شنطتي وبعد كده هروح اقعد مع الشباب شويه وبعديها بقى ايه عايز اطلع احط الفيديوز دول على اللابتوب و بس ساعة كمان وبقى عند صاحبي اليوم حلو ما عملتش حاجة قوي هوابر قعدت مع ناس وكده كانت حلوة دلوقتي في مكتب بابا مستني يعني ماسك اللابتوب شوية وموبايلي ومكسل وكده الناس كلها مشيت فأنا قاعد لوحدي بس وصلنا بيت احمد الساعة دلوقتي 6:30 الشباب التانية لسه مهوش انا معايا الشباب الاولانية بتوعنا معانا سحس وخوخة حبيبي يا اسطى المفروض يعني حبيبي يا اسطى المفروض يعني هنخش نصحي احمد كده بالبان يا عم الفلوج بتاعي المفروض احنا هنخش نصحيه وكده نلف من البلكونة المفروض ما معرفش يعني بس هو اكيد عارف ابويا عليا حرامية ابوه اختي وامه مثلا بس يعني ايش ابويا كده ابوك كان بيكلم A few moments later ممكن هيدخل من ورا ايوه يلا يلا يا عم جربت ايه
لا ايوه اصلا هابي فلوجينج داي كنت بدون غير انا يا اسطى كله على الكاميرات يا اسطى دونكن دونات قدام حياتك دي 12 o'clock midnight